بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله شهر كريم جعله الله سبحانه وتعالى شهر مبارك كما حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غاب عنا احد عشر شهرا ولقد علمنا بمقدمه على بعد مسافه قريبه ايام معدوده ثم ياتي هذا الشهر بما يحمل من الفضائل التي بينها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الشهر يعمر بالطاعات التي امرنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ان نعمر هذا الشهر بها ومن هذه العبادات عباده الصيام التي ذكرنا من فضلها عند الله عز وجل وانها عباده قريبه الى الله عز وجل وأنها عبادة من أقرب العبادات إلى الله وأنها عبادة لا عدل لها. هذه العبادة عباد الله لها أحكام، لا بد أن نتعرف عليها قبل أن ندخل في هذه العبادة، فإنه يجب على كل مسلم إذا أراد أن يتعبد بعبادة أن يتعرف على شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ومكروهاتها ومستحباتها حتى تقع العباده منه صحيحه لان العباده لا تقبل عند الله عز وجل الا اذا كانت خالصه له وكانت العباده صحيحه اي على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى وقال صلوا كما رايتموني اصلي وحج النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال لتاخذوا عني مناسككم لعلي لا احج بعد عامي هذا وكذلك سائر العبادات ينبغي ان نتاسى فيها برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان نقتدي به وان نسير على دربه وان نقتفي اثره صلى الله عليه واله وسلم حتى نلقاه على حوضه غير مبدلين لان الذين بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم تطردهم الملائكه من على الحوض كما يطردهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فيزاد بقوم منهم من على الحوض فاقول امتي امتي فيقولون انك لا تدري ما احدثوا بعدك انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول الا سحقا الا سحقا فينبغي عباد الله ان نقتفي اثر النبي صلى الله عليه واله وسلم وان نفعل مثل فعله عليه الصلاه والسلام كما قال جابر بن عبد الله وهو يروي حديث حجه الوداع ثم خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فجعلت انظر مد البصر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله خرج الناس يتاسون برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويفعلون مثل فعله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيننا وعليه ينزل القران وما عمل به من شيء عملنا به حتى اتينا ذا الحليفه فبين جابر أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي من عند الله، وأن عمله كان ترجمة لهذا الوحي، وأن على الأمة أن تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تطبق الوحي المنزل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تنجو هذه الأمة فإن خلاصها انما هو في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصيام عباد الله ركن من اركان الاسلام. ركن من اركان الاسلام الخمسه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الاسلام على خمس، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ولما سأله جبريل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فالإسلام ركن عظيم فالصيام ركن عظيم من أركان الإسلام وأن من أنكر فرضية الصيام كان كافرا كان كافرا مرتدا اذا كان يعيش بين اظهر المسلمين لان هذا علمه ضروري اي انه من المعلوم من الدين بالضروره ان صيام شهر رمضان قد فرضه الله عز وجل على المسلمين الا من نشا بباديه بعيده عن العلم واهله او كان حديث عهد باسلام ولا يعرف عن احكام الاسلام شيئا فهذا يعلم فإن أنكر ذلك بعد التعلم كان كافرا، كان كافرا مرتدا، أما من أفطر في رمضان وهو مقر بفرضية الصيام وأن ذلك وقع منه تهاونا أو تشاغلا أو تكاسلا أو غير ذلك فانه يكون مرتكبا لكبيره هي اكبر من الزنا وشرب الخمر وان العلماء كانوا يشكون في اسلامه ويتهمونه بالزندقه والانحلال فهذا هو حكمه لمن انكر هذا الركن العظيم من اركان الاسلام ولقد فرض الله سبحانه وتعالى علينا هذه العباده في السنه الثانيه في, في السنه الثانيه من الهجره النبويه الشريفه في هذا الشهر وهو في شهر شعبان فرضه النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد ان جاء فرضه في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي من كان مقيما فينبغي عليه اي يجب عليه ان يصوم هذا الشهر وهذا بلام الامر فليصمه اي فليصم هذا الشهر وهذه الايه الداله على وجوب صيام الشهر وليست الايه التي قبلها وهي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه كانت في بدايه الاسلام وقد فرض بها صيام يوم عاشوراء واما ما جاء بعد ذلك من نسخ الصيام الاول الى صيام جديد وهو صيام شهر رمضان فهو قول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه واتى رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا الا ان تطوع فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الصيام الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده انما هو صيام شهر رمضان ولا يجب على الانسان صيام اخر الا ما اوجبه الانسان على نفسه من صيام النذر وصيام الكفاره فان هذا هو الذي اوجبه الانسان على نفسه اما ما اوجبه الله عز وجل على العباد فانما هو صيام شهر رمضان فلقد اتى رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم انك تزعم انك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم صدق فقال هذا الرجل فبالذي من خلق السماء والارض والجبال فقال الله قال فبالذي خلق السماوات والارض والجبال اي الله ارسلك قال نعم قال وزعم رسولك انك تزعم ان الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليله قال صدق قال فبالذي ارسلك أي الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان الله افترض علينا صدقه في اموالنا تؤخذ من اغنيائنا فترد في فقرائنا فقال صدق قال فبالذي ارسلك أي الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك انك تزعم ان الله افترض علينا صيام شهر رمضان قال صدق قال فبالذي ارسلك أي الله امرك بهذا قال نعم فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله امره ان يامر قومه ان يامر اتباعه ان يامر الداخلين في هذه المله ان يصوموا شهر رمضان وهذا واجب بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وباجماع اهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى يومنا هذا ان صيام شهر رمضان انما هو فريضه على اهل الاسلام قد افترضه الله سبحانه وتعالى على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. هؤلاء هم الذين افترض الله سبحانه وتعالى عليهم الصيام. فالمسلم قد افترض الله سبحانه وتعالى عليه الصيام، إذ أن العبادة لا تصح من كافر ولا مشرك، لقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان الكافر يسأل يوم القيامة عن تركه للصلاه وللصيام وللحج وللزكاه لكنه اذا فعلها في الحياه الدنيا لم تصح منه لغياب الشرط الاعظم في قبول العباده وهو الاسلام فان الله سائل الناس جميعا حتى المشركين عن هذه العباده قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فالتكذيب بيوم الدين كفر ومع ذلك سئلوا عن الصلاه وسئلوا كذلك عن الزكاه وهذا يدل على ان الكافر يسال يوم القيامه عن فروع العبادات ويعاقب عليها ويضاعف له العذاب اما في الحياه الدنيا فانها لا تقبل منه الا اذا اسلم، وهذا المقبول عقلا وشرعا، لان الانسان المسلم اذا صلى بغير وضوء لم تصح الصلاه، وذلك لغياب شرط من شروطها فكيف بغياب الشرط الاعظم وهو الاسلام، فان الله يقول في كتابه: لئن اشركت ليحبطن عملك، واما العاقل لان واما العاقل فلان العقل مناط التكليف اي محل التكليف فاذا ذهب العقل سقط التكليف ولقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان القلم مرفوع عن المجنون لا يكتب له حسنات ولا سيئات لانه لا تعقل منه نية ولا يعقل منه قصد ولا توجه، ولا يعقل منه قصد لافعاله، ولا لترتيبها ولا لاحكامها، ولا توجه الى الله سبحانه وتعالى لغياب عقله، فان هذا يرفع عنه التكليف، واما البالغ، فان البالغ هو الذي يجب عليه عباده الصيام، وان كانت تصح منه دون البلوغ على وجه النافله، لان الانسان يمر بمراحل في التكليف. المرحله الاولى من ولادته الى سن السابعه والمرحله الثانيه من السابعه الى البلوغ والمرحله الثالثه هي من البلوغ الى ان يصاب بالتخريف اي انه لا يعقل الاشياء في اخر حياته فهذه اربعه مراحل المرحله الاولى من الولاده الى سن التمييز وهو على الارجح سن السابعه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع فهذا هو سن التمييز هذا لا يجري عليه قلم الحسنات ولا قلم السيئات إلا فيما ورد فيه الدليل أن يكتب له الحج إذا حج في هذا العمر لأن المرأة رفعت وليدا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر أما فيما عدا ذلك من العبادات فلم يثبت أنها فيه ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن بدايتها من سن السابعة أما ما ينفق من زكاة من هذا زكاة الطفل إن كان له مال فإن الواجب هنا على وليه وليس على الطفل فالطفل ليس مكلفا بشيء من الواجبات ولا بشيء من المستحبات فإذا بلغ سن التمييز إلى البلوغ فانه يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات اي لا يكتب عنه سيئه حتى لو وقع فيها واذا فعل شيئا من الحسنات فانها تكتب له ففي هذه السن يصلي ويصوم ويحج ويعتمر وكل ذلك يكتب له نافله وليست فريضه لانه ليس مكلفا بالفرائض فإذا بلغ الحلم فإنه يكلف بالتكليفات الشرعية أي بالواجبات والفرائض والمستحبات وينهى عن المحرمات والمكروهات فهذا هو سن التكليف إلى أن يصل إلى سن التخريف فإذا صابه الخرف فإنها تسقط عنه فإنه يسقط عنه التكليفات الشرعية يسقط عنه التكليف الشرعي إذا عاد إلى السن الأول أي أصبح مخرفا لا يعقل شيئا كما كان طفلا فلا يعلم منه نية ولا قصد ولا ترتيب للأركان ولا فعلها ولا مراعاة للشروط ولا غيرها فإنه في هذه الحالة يسقط عنه التكليف فالمكلف إذا بالواجبات هو من بلغ سن الحلم ولذلك قلنا تجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الصحيح المقيم فان فان المريض والمسافر لا يجب عليه الصوم حال مرضه ولا حال سفره وانما يجب عليه ان يقضي اياما مكان الايام التي افطرها لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر اي ان الانسان يكون مكلفا بالعبادات وهي في طاقته لان الله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن يعتري العبد من الافات ما يكون غير قادر على اداء الواجبات التي كان قادرا عليها حين كان سويا فحينئذ ياتي التيسير بالتخفيف اما باسقاط التكليف واما بتخفيف التكليف واما بانتقال التكليف الى وقت القدره وهذا قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فالشريعة لم تأتي بالتعسير وإنما جاءت بالتيسير فالمريض والمسافر لا يجب عليهما الصيام ولكنهما إذا تجشم الصعاب فصاما وتحمل المشقة صح صيامهما لأن هذا الأمر عباد الله ليس شرطا في صحة الصيام ليس شرطا في صحة الصيام فالسفر الاقامه والصحه ليست شرطا في صحه الصيام وانما هي شرط في القدره فاذا كان الانسان قادرا على الصيام وجب عليه فان عجز عنه انتقل الى ايام اخر حال سفره وحال مرضه والله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر ولم يذكر الله سبحانه وتعالى نوع المرض وهل هو المرض الشديد او المرض الخفيف او غير ذلك بل جاءت كلمه مرض وكلمه سفر نكره والنكره تفيد العموم اي في اي مرض يعتري الانسان فانه يباح له الفطر رخصه من الله سبحانه وتعالى لعباده فيجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم وان تكون المراه خاليه من الحيض والنفاس اي طاهره من الحيض والنفاس فان المراه اذا حاضت او نفست فانها يحرم عليها الصيام ويجب عليها ان تقضي اياما مكان الايام التي افطرتها بسبب الحيض وبسبب النفاس فهؤلاء من يجب عليهم الصيام واما اركان الصيام فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بين ان للصيام ركنان النيه والامتناء والامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس اما النيه فلقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا تصح عباده الا بنيه والنيه نيتان النيه الاولى هي نيه الاخلاص أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذه هي النية الأولى وأما النية الثانية فهي النية المميزة للعمل والتي تميز الفرض عن النافلة وتميز العادة عن العبادة. فهذه هي النية المقصودة التي ينبغي على الصائم ان يبيتها من الليل، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. اي من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له، وذلك في حق المفترض، اما المتنفل فيجوز له ان ينتوي في اي جزء من النهار، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم أتى إلى بيته فقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم فنوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام بالنهار وهذا في النافلة، أما الفريضة فلا بد أن يكون من الليل، لا بد أن يبيتها من الليل السابق للنهار الذي يريد الصيام فيه، فإن لم يبيتها لم يصح هذا الصيام. وهذا يكون عند جميع الصائمين لان المسلم ينتوي ان يصوم شهر رمضان كله ولا تنتقد نيته في اي ليله من الليالي اي لا يريد الفطره فاذا نقضها كان غير جامع للنيه والا فالاصل انه منتوي لصيام شهر رمضان والنيه محلها القلب ولا يتلفظ باللسان بها وانما وانما يتوهم ذلك وإنما يتوهم وقوع ذلك في الأيام التي نام فيها الإنسان بعد العشاء وقبل تعرفه على الرؤية ثم استيقظ بعد الفجر فقالوا له هذا أول يوم من رمضان فهذا يمسك بقية يومه ويقضي يوما مكانه لأنه لم يجمع النية من الليل فهذا في أمر النية أما الإمساك فينبغي ان يمسك المسلم عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل اي يبدا صيامه حين يتبين يتبين له بياض النهار من سواد الليل ثم يمسك حتى غروب الشمس يمسك حتى يدخل الليل أي يسقط قرص الشمس الأحمر كله فهذا عباد الله ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي جاء في كتاب الله من أن الصيام له ركنان والمفطرات التي ينبغي أن يمسك عنها هي كل ما يدخل عن طريق الفم من الطعام والشراب أو غير ذلك من الدواء أو ما يدخل ايضا عن, عن طريق الفم مما ليس هو من جنس الطعام والشراب والدواء فاذا اكل ترابا فانه يكون بذلك مفطرا فينبغي ان يمسك عن كل شيء يدخل الى جوفه عن طريق الفم اي المدخل المعتاد وينبغي كذلك ان يمسك فرجه عن الجماع وعن الاستمناء بغير الجماع فان ذلك كله من المفطرات وهو ما يعرف بشهوه الفم والفرج وهذا الذي قاله الله تعالى وهو يباهي بهم الملائكه يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي الصيام لي وانا اجزي به فهذا ما ينبغي ان يمسك عنه الانسان اما ما يرخص له في ذلك فانه يرخص له في الحقنه سواء كانت على سبيل التغذيه او العلاج فانها لا فرق بينها وسواء كانت في الوريد او في العضل او كانت حقنه شرديه فان ذلك كله لا يفطر الصائم لانه ليس فيه معنى الشهوه الطعام ليس فيه معنى شهوه الطعام ولا يدخل عن طريق المدخل المعتاد ويباح له ان ينغمس في الماء وان يغتسل وان يتمضمض ويستنشق بغير مبالغه وان يتسوك وكل ذلك مباح له. وإذا دخل في حلقه غبار الطريق أو الدقيق أو غير ذلك أو الدخان بغير قصد منه فإن ذلك كله لا يصبح به مفطرا فإن ذلك كله لا يصبح به, به مفطرا وأما البخاخ الذي يتعاطاه مريض الربو ومريض الصدر فإن فيه نوعان نوع فيه ما يكون رذاذا يدخل الى الجهاز التنفسي وهو ما يسمى بالفنتولين او الكلينيل او غيره ونوع اخر فيه نوع من الكبسول فيه بودر يدخل الى الحلق فيصل الى الجهاز التنفسي جزء منه والى الجهاز الهضمي جزء منه يدخل عن طريق البلعوم فهذا فيه فرق في حكمه فاما الاول والذي فيه رذاذ يصل الى الجهاز التنفسي فليس مف... م... فلا يكون مفطرا وعلى هذا علماء هذا العصر افتى بذلك الشيخ صالح بن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وكان عليه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله فهذا كان هذا في حكمه اما الاخر الذي فيه البودر فإنه يدخل إلى المنفذ المعتاد، وعلى المريض أن يستعين بالأول دون الآخر، وأنه إذا إذا كان غير قادر على الصيام بغيره أفطر إلى أيام أخر يكون قادرا على الصيام بغير تناول مثل هذه الأشياء. هذا فيما يرخص للصائم، هذا فيما يرخص للصائم مما يم مما يأتيه لا يقدح في صيامه. وأما عباد الله من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء ويرخص لهم في الفطر يرخص لهم في الفطر وعليهم القضاء ذكرنا فيهم المريض والمسافر ذكرنا فيهم المريض والمسافر واما الذي يرخص له الفطر وعليه الفدية فهؤلاء خمسة انواع فهؤلاء خمسة انواع الاول الشيخ الكبير، المرأة العجوز، المريض الزمن، المرضع الحامل. خمسة رخص لهم الشرع في الفطر وليس عليهم قضاء الصيام، وإنما عليهم أن يطعموا بدلا منه، وذلك في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخه هي في الشيخ الكبير والمرأه العجوز لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحامل اذا خافتا على نفسيهما او ولديهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. ويلحق بذلك المريض الزمن لانه في معناهم لانه ليس له ايام يقضيها والمريض الزمن هو المريض الذي لا يرجى برؤه وليس ذلك حجرا على رحمه الله وانما نقول انه في الغالب والمعتاد وما علمناه بتراكم العلم على مدى الايام ان من يمرض بهذا المرض ففي الغالب انه يموت به ويظل معه حتى يموت وليس له ايام يستطيع فيها ان يقضي ما فات فعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام على خلاف بين اهل العلم هل هو مد او صاع والاحوط في نصف صاع والاحوط فيه ان يخرج نصف صاع من الطعام ان يخرج نصف صاع من الطعام فهؤلاء عباد الله من يرخص لهم في الفطر ولا يجب عليهم قضاء الايام التي افطروها نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يمتعنا الله تعالى بطاعته في هذه الايام واقول قولي هذا واستغفر الله اليوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فان من افطر في رمضان عامدا فانه لا يكف لا يقضي عنه صوم الدهر وان صامه اي في الجزاء والثواب عند الله وان كان من افطر في رمضان عامدا فاما ان يكون عليه القضاء واما ان يكون عليه القضاء والكفاره فأما من عليه القضاء والكفارة فهو من جامع زوجته في نهار رمضان وذلك لما جاء أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال, قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتق رقبه قال والله يا رسول الله ما أملك إلا هذه وأشار إلى رقبته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صم شهرين متتابعين قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطعم, تطعم ستين مسكينا أو أطعم ستين مسكينا فقال الرجل والله يا رسول الله ما هناك أهل بيت أفقر منا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتظر حتى جاءه حتى جاءته الصدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق من تمر وهو خمسة عشر صاع يكفي ستين مدا أي إطعام, إطعام ستين مسكينا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدق به فقال على أفقر بيت والله يا رسول الله ما في أحد ما, ما في ما بين لابتيها اي الصخرتين اللتين هما حدود المدينه، اهل بيت افقر منا، فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال اطعمه اهلك، فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من وقع على امراته في رمضان عليه ان يعتك رقبه، فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع فعليه ان يطعم ستين مسكينا. وأما ما سوى ذلك من المفطرات إذا أكل أو شرب عامدا أو استمنى بيده أو بالنظر أو بملاعبة الزوجة أو تقبيلها فإن ذلك عليه القضاء وليس عليه الكفارة لأنها ليست في معنى الجماع لأنها ليست في معنى الجماع وإنما ورد الدليل في الكفارة في الجماع فالأكل والشرب عمدا أو إدخال شيء إلى الحلق من من المنفذ المعتاد او كان بهذا الاستمناء أو, او بهذا الاستمناء فانه يكون مفطرا يقضي يوما مكانه واما الجماع فهو الذي فيه الكفاره واما الجماع فهو الذي فيه الكفاره واما من افطر اياما في رمضان سواء كانت بعذر او بغير عذر واراد ان يقضيها بعد رمضان فانه الواجب هنا واجب موسع الواجب هنا واجب موسع وان كان يجب على المسلم ان يبادر بقضاء دينه ودين الله احق بالقضاء من الصيام والحج والعمره والنذر وغير ذلك ينبغي ان يعجل به ولكنه هناك سعه في قضاء رمضان فان عائشه رضي الله عنها كانت تؤخر الايام التي افطرتها بسبب الحيض في رمضان كانت تؤخرها الى شعبان فالانسان اذا اخر الايام فلا باس ولا يجب عليه ان يقضيها متتابعه كما افطرها متتابعه، فاذا افطرت المراه عشره ايام او سبعه ايام متتابعه بسبب الحيض، او افطرت رمضان كله بسبب النفاس، فانه لا يجب عليها ان تقضي ذلك متتابعا، بل يجوز لها ان تفرق هذه الايام، ان تفرق هذه الايام، واما من دخل عليه رمضان الذي بعده، واما من دخل عليه رمضان الذي بعده ولم يقض الايام التي افطرها في رمضان الماضي فعليه ان يبادر بعد رمضان بقضاء هذه الايام وليس عليه شيء من الزياده وان كان بعض اهل العلم يقول يخرج مدا من طعام مع صيام كل يوم وهذا ليس عليه دليل في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولان الواجب موسع ولان العباد استقرت في ذمته فان اداها قبل الوفاه فان اداها قبل الوفاه فقد ادى ما عليه من الدين وان مات وعليه صيام صام عنه وليه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه فاذا قام الولي بعد موته بالصيام عنه صح منه وقبل واسقط ما كان عليه من الدين لله سبحانه وتعالى واما ثبوت دخول شهر رمضان فانه يثبت برؤيه الهلال وليس بالحساب وان كان الحساب دقيقا لا نطعن فيه الا, أنه إلا ان الصيام ليس متعلقا به فالحساب يدل على ولادة الهلال وعلى وجوده ولكن الصيام ارتبط بالرؤية أي برؤية الهلال وليس بميلاده أو وجوبه أو وجوده فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فجاء الحديث ينفي الحساب لانه قال فان غم عليكم اي كان موجودا الهلال وحجبه عنكم غمام فانكم عليكم ان تتموا شعبان ثلاثين يوما فالحساب ليس مصدرا لدخول الشهر او خروجه وانما ربما يستانس به عند التوافق مع رؤيه الهلال والا فالعباده مرتبطه بالرؤيه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين يوما وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فعلق النبي صلى الله عليه واله وسلم الصيام والفطر برؤيه الهلال وليس بالحساب برؤيه الهلال وليس بالحساب ويثبت تثبت رؤيه الهلال برؤيه الواحد العدل لما جاء ان ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فرايته فاخبرت النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فصام وامر الناس بالصيام وهذا يدل على ان دخول الشهر وخروجه يثبت برؤيه الواحد العدل وان كان بعض اهل العلم احتاط في ذلك فقال خروج رمضان لا يثبت الا برؤيه اثنين شاهدين على ذلك احتياطا للصيام والامر ليس فيه دليل وانما الدليل ثبت برؤيه الواحد العدل كما هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عباد الله رؤيه اهل بلد انما هي رؤيه لجميع البلاد التي على سمتها أي التي تشترك معها في جزء من الليل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن هذه أمة كبيرة وأنها ستمتد إلى الآفاق وبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح فارس وفتح الشام أي بلاد الروم وفتح مصر وفتح اليمن وغيرها وأن أن ملك المسلمين سيكون على مساحة كبيرة شاسعة ومع ذلك قال صوموا لرؤيته أي يا أيها المسلمون جميعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فالخطاب لجموع المسلمين أن يصوموا برؤية واحدة وهذا هو مذهب جماهير اهل العلم على انه لا عبره باختلاف المطالع وانه متى راى الهلال اهل بلد وجب على جميع البلاد التي على سمتها ان تصوم لهذه الرؤيه وان تفطر لهذه الرؤيه وعلى ذلك المجامع الفقهيه في الازهر وفي المملكه العربيه السعوديه على ان الرؤيه للبلد الواحد هي رؤيه لجميع بلاد المسلمين وهذا الامر عباد الله وان كان فيه خلاف معتبر سائغ من ان لاهل كل بلد رؤيه فإن ما, ما فان ما ورد فيه الدليل وهو الاقرب الى الصحه هو ان يصوم المسلم مع جموع المسلمين وان كان الامر الاخر وهو الخلاف السائغ في ان لكل اهل بلد رؤيه اذا صام مع اهل بلده وراى بالمذهب الاخر فان ذلك نسال الله عز وجل ان يتقبل منه ولا نحجر رحمه الله سبحانه وتعالى الواسعه ولا نحمل الامه على قول واحد وانما نقول ما وسع العلماء الاختلاف فيه وكان سائغا معتبرا لا يصطدم مع دليل من الكتاب او السنه او اجماع قديم او قياس جلي فاننا نقول بان هذا من المسائل التي ينبغي ان يعذر بعضنا بعضا فيها والا يكون فيها الانكار جارحا والا يكون الانكار جارحا او اتهام بالضلال او بالبطلان او بغير ذلك وانما ينبغي ان يكون حوارا هادئا اما ان نصل إلى أن أقنعك بقولي أو تقنعني بقولك أو يظل كل واحد على قوله مع احترام كل واحد للآخر وهذا ما يجعل المسلمين في إلفٍ وفي أمة واحدة كما أراد الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وان يوفقنا الله عز وجل لصلاه وصيام وقيام وقراءه للقران وجود وكرم في رمضان وعمره واعتكاف واجتهاد في الليالي العشر وادراك ليله القدر وزكاه الفطر وكل ما عمره الله عز وجل من الطاعات ونساله سبحانه وتعالى ان يستجيب لدعائنا في رمضان وفي غير رمضان حال الصيام وغير حال الصيام وأن يرفع الله سبحانه وتعالى مقته و... صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين